أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وحبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أمك البضعة الطاهرة المظلوم المغصوب حقها. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سميت في الأرض فاطمة لأن الله فطم شيعتها من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. الحديث المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله عن سبب تسمية فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. فطمت بمعنى الفصل أو القطع، الفطم هو الفصل أو القطع، ففطمت شيعتها من النار معنى أنها تفصل شيعتها، تمنع وصول شيعتها إلى النار. يا أحبتي، هاي المعلومة واضحة وموجودة عند هواية من عندنا، أنها سميت فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. السؤال المهم اللي يحتاج جواب، يحتاج معلومة تكون في أذهاننا، شنو؟ أنهم من هم شيعة فاطمة؟ فطمت شيعتها من النار، هذا واضح، لكن من هم شيعة فاطمة؟ هل هناك ميزان محدد لشيعة فاطمة؟ لو أي واحد يجي يقول والله أنا من شيعة فاطمة، يدخل ضمن نطاق هذا الكلام؟ أحبتي، هذا السؤال المهم اللي لابد أن نعرف جوابه. من هم شيعة فاطمة حتى نكون ممن فطمتهم فاطمة من النار؟ فطمت شيعتها، شيعة فاطمة من هم؟ شنو صفاتهم؟ ما هي خصالهم؟ مواصفات شيعة فاطمة شنو؟ فتعالوا أنا وياكم في هاي الليلة المباركة في ذكرى شهادة مولاتنا الزهراء سلام الله عليها، ومن جوار حرم ولدها الحسين سلام الله عليه، ننتهل من علوم أهل البيت لكي نقف على صفات شيعة فاطمة، وحتى أعرف أنا إلى أي مستوى من شيعة فاطمة، إيش قد عندي من صفات شيعة فاطمة. تعالوا نبدأ بهذا الاختبار البسيط، اختبار سريع وبسيط وهو رائع. أحبتي، في زمن الزهراء سلام الله عليها، رجل طلب من زوجته، قال لها: اذهبي إلى فاطمة سلام الله عليها بنت رسول الله وسليها هل أنا من شيعتكم أو لست من شيعتكم. روحي إلى الزهراء وسأليها، هذا زوجي يسأل هل هو من شيعتكم أو ليس من شيعتكم. هذا جواب السؤال اللي أنا وياك أريد نعرفه حتى نطبق على أنفسنا. الكلام إلي وإلك أحبائي. زوجت راحت، دخلت على الزهراء عليها السلام، قعدت، قلت لها: مولاتي، زوجي عنده هذا السؤال، يقول هل أنا من شيعتكم أو لست من شيعتكم. جاوبتها الزهراء بهذا الجواب، بالك وياي جواب هواية مهم ودقيق، جواب دقيق جدا من الزهراء سلام الله عليها. قالت لها: قولي لزوجك، قلي له، مو يريد يعرف هو من شيعة فاطمة لو لا، قولي له هذا الجواب: إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. شنو معناه؟ إن كنت تعمل بما أمرناك، أكو أوامر اللي هي أوامر الله عز وجل، الأئمة يأمرون بها، نقول لك هاي الصلاة واجبة، بر الوالدين واجب، صلة الرحم واجبة، هذا واجب هذا واجب. إن كنت تعمل بما أمرناك، الأوامر أنت منفذها
وتنتهي عما زجرناك عنه. أوامر نقول لك هاي لا تسويها، أمور لا تسويها، هاي حرام، هاي ما يجوز، أنت مطبق. اللي نقول لك واجبة مسويها، أوامرنا منفذها، نواهينا أيضا مبتعد عنها، منتهي عنها، فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. وإلا فلا شنو معناها؟ معناها إذا آني أكو أوامر ما أطبق، أكو أوامر من أهل البيت ما أطبق، أمور واجبة علي ما أسوي الواجبات، عندي فلان قضية واجبة ما أسويها، عندي فلان قضية واجبة ما أسويها، ما عندي أوامر، التزام بالأوامر ولا انتهاء عن الزواجر، عن النواهي. النواهي أسوي، أسوي معاصي. شنو معناها؟ الزهراء تقول وإلا فلا، إذا ما كنت التزام معناها لست من شيعتي. أحبائي وفق هذا الميزان وهذا الجهاز، جهاز الفحص، إيش قد يطلع أشخاص من اللي يهوسون ويصيحون إحنا من شيعة فاطمة بهذا المقياس ليس من شيعتها، يصيح أنا من شيعة فاطمة وهو مؤذي أبوه وأمه، يصيح أنا من شيعة فاطمة وهو مؤذي زوجته وأولاده، يصيح أنا من شيعة فاطمة وهو ماخذ حق الناس ومتداين من فلان وما مرجع دينه وماكل حق هذا ومؤذي هذا، هذا مو من شيعة فاطمة. الزهراء تقول وإلا فلا، مو من شيعتنا هذا اللي ما ملتزم بأوامرنا. فلذلك من نقول شيعة فاطمة يحتاج عمل، مو بس لقلقة لسان. لا يتصور بعضنا والله بس أنا أقول لبيك يا حسين، لبيك يا فاطمة، ها هي انتهت القضية. لا لا، قضية تحتاج عمل، تحتاج سعي، تعب، يحتاج قضية مو هينة. جابر بن يزيد الجعفي خدم الإمام الباقر سلام الله عليه 18 سنة. شوف 18 سنة هو يخدم الإمام الباقر عليه السلام. يقول أنا ردت أروح لأهلي، أرجع لأهلي ورا 18 سنة، فمن استأذنت من الإمام، الإمام الباقر أذن لي، فقلت له مولاي أفدني، أعطني فائدة. الإمام الباقر قال لي يا جابر أبعد 18 سنة؟ 18 سنة صار لك ويا وتقول هم أفدني؟ قلت له مولاي إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. أنتوا بحر مولاي، بحر علم، بحر خير ما ينتهي ولا يبلغ قعر هذا البحر. مولاي أفدني، طيني فائدة، 18 سنة أخذ مكاني، طيني فد نصيحة ألتزم بيها أوصلها. قال الإمام الباقر هاي الكلمة، بالك وياي حتى خليها ويا كلمة الزهراء سلام الله عليها. قال يا جابر أبلغ شيعتي عني السلام. حلو، وصل سلامي لشيعتي، راح تروح المكان أهلك، وصل سلامي للشيعة، أبلغ شيعتي عني السلام وأعلمهم، طيهم خبر أن لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل، ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له. مام الباقر يقول له قل شيعتنا ترى إحنا مو قرابة رب العالمين وخلانا بهاي المقامات العالية، لا، شلون الأئمة وصلوا لهذا المقام العالي؟ شلون إمامنا الحسين سلام الله عليه وصل إلى هذا المقام العالي؟ ولا يتقرب إليه إلا بشنو؟ بالطاعة له، طاعة، عمل، مو هوسة، مو صياح، مو خبصة، لا لا لا، عمل، شغل، واجبات، مستحبات أسويهن وأترك المحرمات، مكروهات إيش قد أقدر أيضا أترك بالعمل. فيقول للإمام قل لشيعتي ماكو بيناتنا قرابة، احنا مو قرايب رب العالمين وخلانا أئمة، لا، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا يتقرب إليه إلا بطاعته. يا جابر، هسا الكلام صار إلنا أحبائي، جابر اللي مفروض يوصل للشيعة، الكلام إلنا صار، بالك وياي. يا جابر، من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا، ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. لا يقشمر روح يقول أنا أحب الحسين وهو حياته كلها معاصي، لا يقول أنا أحب أمير المؤمنين وحياته كلها معاصي، لا يقشمر روح هذا، ولا يخلي غيره همات بعض الجهل يقشمروه. أنت ما دام تقول يا علي قبل الطب للجنة، كلام مو صحيح،
معقول الحسين يخليك تروح الجهنم؟ اي خليني، كان اذا كل معاصي، ماكو واجبات مأديها، ماكل حق الناس، مأذي الناس، ظالم ابويا، ظالم جيراني، ظالم زوجتي، اطب للجهنم. ليش ما اطب للجهنم؟ بعضهم شنو يحاول يضحك على الناس، معقول الحسين يخليك تروح الجهنم؟ اي خليني، اذا انا كله حرام. هذا كلام الامام الباقر، شو يقول؟ يا جابر، من اطاع الله واحبنا فهو ولينا. اي هذا ويانا، عنده طاعه ويحبنا. ومن عصى الله، معصيه يسوي، عنده معاصي، لم ينفعه حبنا، لا يقشمر روحه، هذا لا يقشمر روحه، يحتاج عمل، يحتاج تقديم اعمال. يا احبتي، امامنا الصادق سلام الله عليه، هذا حديثه هو يا جميل مع موضوعنا، إن شاء الله نقف عنده وقفة جميلة، إن شاء الله ننتفع أنا وياك اليوم. أحبائي، كلمات أئمتنا سلام الله عليهم ونحن في هذا المكان الطاهر، إمامنا الصادق سلام الله عليه في حديث عنه قال: والله ما شيعتنا إلا. هذا شنو؟ أسلوب من أساليب الحصر، يعني شيعتنا فقط وفقط، والله ما شيعتنا إلا من عرفوا بهذه الخصال. إمام الصادق يذكر خصال، راح نذكرها أنا وياك وحدة وحدة ونقف عندها. يقول الإمام الصادق: شيعتنا فقط وفقط اللي عندهم هاي الخصال، اللي عنده هاي الخصال شيعتنا، اللي ما عنده هذا مو من شيعتنا، يظل يهوس ويخربط، لا لا هذا مو من شيعتنا، مو بالصياح شيعتنا، شيعتنا بالعمل، تقديم العمل. مولاي شنو هاي الخصال؟ وحدة وحدة نقف عندها. أحبتي، والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا رقم واحد بالتواضع. أحبائي، هاي الخصال راح نقف عندها واحد واحد. أتمنى من عندنا، من عندكم ومن عندي أنا أيضا معكم، كل خصلة خل أشوف روحي إلى أي مستوى أنا بيها، ها؟ إلى أي مستوى أنا عندي هاي الخصلة؟ أحبتي، رحم الله والديكم، إمامنا يقول أول خصلة هي التواضع. إلى أي مستوى أنا متواضع؟ إيش قد عندي تواضع؟ عندي استعداد من أمشي على أي إنسان أسلم؟ من أدخل المكان عندي استعداد وين ما يقعدوني أقعد؟ لو إلا بصدر الديوان يقعد، أنا أبو فلان أقعد هنا شلون يصير؟ أنا إلا أقعد بصدر الديوان ما يصير، لا. إذا كان عندي استعداد أسلم على أي واحد، مو بس الغني واللي عنده جاه، هذا أركض له أسلم عليه، من أشوف الفقير أدير وجهه عنه، هذا شنو أسلم عليه؟ هذا ما عنده تواضع. إذا أنا كنت هكذا ما عندي تواضع معه. فالمتواضع يا أحبتي شنو؟ عنده استعداد يسلم على أي إنسان، وين ما يدخل يقعد، ابتسامته في وجه الآخرين، هذا عنده تواضع يا أحبة. فالخصلة الأولى يذكرها الإمام الصادق التواضع. الخصلة الثانية شنو؟ التخشع. بالك وياي، التخشع. تخشع شنو يعني؟ تخشع واحد من مصاديق البارزة هي خفض الصوت، من يحتاج مسألة احترام خفض الصوت، وغض البصر عن الحرام، هذا معناه عنده تخشع. إلى أي مستوى أنا عندي تخشع؟ إلى أي مستوى؟ ها؟ إذا كان عندي نظرة حرام معناها أنا ما عندي تخشع، واللي ما عنده تخشع معناها شنو؟ ليس من شيعتنا. أحد أصحاب الإمام الباقر سلام الإمام الكاظم، أحد أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، اسمه مرازم. مرازم إجا للمدينة، هو من خارج المدينة المنورة، إجا للمدينة فدخل في سكن. السكن بذاك الزمان عبارة عن غرف، دار واسعة بها غرف، فهو حجز له فد غرفة، حجز له فد غرفة. يقول أنا طلعت من غرفتي وإذا أصادف بالسكن أيضا فتاة، شفت بنت أعجبتني، عجبتني هاي البنية، كلمتها ما استجابت لي، حكيت وياها ما استجابت لي كلامي، طلعت من النزل، قضيت عندي عمل، عندي شغل، قضيت كملت، عدت مع العتمة، يعني انظلم الدنيا ورجعت. بالك وياي، رحم الله والديك، رجعت طرقت الباب، باب النزل، هذا شو نقول الفندق مال ذاك الوقت، دقيت الباب، وإذا اللي فتح لي الباب هاي البنت اللي أعجبتني. يقول فمددت يدي على جسدها، خليت إيدي على جسمها،
هي وخرت، بس خليت إيدي على جسمها وخرت، عافتني ودخلت، أنا رحت دخلت إلى سكن. ثاني يوم الصبح رحت دخلت على الإمام الكاظم سلام الله عليه، قعدت قدام الإمام الكاظم. يقول الإمام مباشرة قال لي هاي العبارة: أحبائنا شبابنا، أروح لكم فدوة، بألك ويا رحم الله واديك. يقول قعدت قدام الإمام الكاظم مباشرة قال لي: يا مرازم، ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه. الله الله، هذا مو من شيعتنا، بس يحصل له خلوة ما يهم بعد، ما يباوع حلال وحرام، شي عجبه يسوي. تالي الليل من مفاتح الموبايل وعنده محادثة، شي عجبه يحكي، شي عجبه يباوع. هذا يقول الإمام هذا مو من شيعتنا، مو من شيعتنا هذا. يا مرازم، ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه. ما مراقب روحه، إيش جاي أسوي آني؟ إيش جاي أباوع؟ إيش جاي أحكي؟ إيش جاي أسوي بروحي؟ هذا حلال هذا حرام؟ هذا التخشع يا أحبائي، هاي الصفة الثانية رحم الله والديكم. فمن صفات الشيعة رقم واحد التواضع والتخشع، رقم ثلاثة أداء الأمانة. من نتكلم عن أداء الأمانة، هواي من عندنا وين يروح فكرة أداء الأمانة؟ معناها يجي واحد يخلي يمي مبلغ ورا مدة أرجع له، معناها أنا عندي أداء أمانة، مو صحيح؟ هذا اللي يجي بالنا؟ عندنا أداء أمانة هواي من عندنا مع الأسف ما ملتزم به. شنو؟ سامعين به الحديث عن أهل البيت المجالس بأماناتها؟ ها؟ مر عليكم؟ من يقعد واحد وياي ويحكي فد كلام، هذا الكلام إذا أنا أخذته ونقلته معناها عندي أمانة؟ من يجي صديقي ويقعد يمي ويقول لي: أبو فلان، هاي الحكاية بيني وبينك. أقول له: حاضر، تدلل، بس رحت بغير مكان أخذ هاي الحكاية سولفت، هاي معناها أنا عندي أمانة؟ لا، ما عندي أمانة. أداء الأمانة لا ننظر فقط والله أبو فلان خلى يمي مبلغ من المال وأنا حفظته إلى أن أخذ، لا، أداء الأمانة بصور مختلفة، واي صور متعددة. أداء الأمانة إنسان يثق بي، أمن بي، أديت هاي الثقة، أي هاي أداء الأمانة بشكل عام يا أحبتي. إيش قد عندي أداء أمانة أنا؟ إلى أي مستوى عندي أداء أمانة؟ رحم الله والديكم. هاي أول ثلاث خصال، ننتقل للخصال الثلاثة اللي بعدها. يقول إمامنا الصادق بعد غير الثلاثة الأولى اللي هن قلنا التواضع التخشع وأداء الأمانة، بالك وياي رحم الله والديك، يذكر الإمام يقول: كثرة ذكر الله والصوم والصلاة. هذني ثلاثة يذكرهن الإمام الصادق سلام الله عليه. كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله، هسه واحد ممكن يسأل يقول: أنا شنو ممكن أسوي حتى أعتبر من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا؟ لهم ميزة خاصة ترى اللي يعتبرون من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. يقول يسأل يقول: أنا شنو ممكن أسوي حتى أعتبر من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا؟ هذا السؤال طرح على إمامنا الصادق عليه السلام. ماذا كان الجواب؟ جميل 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 جدا هذا الجواب، حلو واي حلو. قال للإمام: بعد كل صلاة واجبة تسبح تسبيح فاطمة سلام الله عليها. بعد كل صلاة واجبة، خمس صلوات الواجبة، كل صلاة واجبة أكملها أسبح تسبيح الزهراء اللي هو 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله، الله يطيب أنفاسكم. هذا تسبيح الزهراء بعد كل صلاة واجبة اللي يلتزم به معناه شنو؟ من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. هاي الخصلة الرابعة. الخصلة الخامسة الصوم. الصوم لو نباوع بس صوم واجب، بالعافية على اللي عنده صوم مستحب، بعض الأيام مباركة خلال السنة، جاينا شهر رجب، جاينا شهر شعبان، بأيام مباركة للصوم، بالعافية على اللي يصوم أيام مستحبة وله الأجر العظيم. الصفة السادسة، خلي شوية نتوقف عندها أحبائي رحم الله والديكم. الصفة السادسة اللي هي الصلاة، علامة المؤمن، ميزان المؤمن هي الصلاة. إمامنا الصادق سلام الله عليه في كلمة عنه يقول: تريد تعرف شيعتنا، اختبرهم عند مواقيت الصلاة. تريد تشوف شيعي صدق من شيعة فاطمة، وقت الصلاة، صر وقت الصلاة بعد وكأنه جرس دق عنده لازم يروح يصلي، مو والله عود بعدين أصلي، عود بالوحدة الظهر، عود بالثنتين الظهر أصلي الظهر والعصر، عود من أرجع من الدوام إذا دوامه ما يتعارض طبعا مع الصلاة.
لا، الإمام يقول تريد تعرف شيعتنا، هذا اللي الصلاة بالنسبة له شيء مقدس، عنده ساعة بيولوجية تشتغل على الصلاة مثل ما ساعة بيولوجية على النوم والاستيقاظ تشتغل، عنده ساعة بيولوجية للصلاة. قبل لا يوصل الأذان هو مستعد، عندي صلاة موقت روحه للصلاة، هنيئاً إله. الزهراء سلام الله عليها، تعال خلنا نأخذ مثال، مثاله هواية رائع عن الزهراء سلام الله عليها، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل أن الله قال لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي. ملائكتي باوعوا الفاطمة، شوفوا فاطمة، ومنو هاي فاطمة؟ ها يا هي فاطمة سيدة إمائي، مو أي امرأة عادية، مو أي إنسانة، سيدة إمائي. جاي يسوي الملائكة، الله عز وجل يقول الملائكة باوعوا، جاي يسوي فاطمة: انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي واقفة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. هتش الزهراء واقفة للصلاة، هالطريقة واقفة للصلاة، ترتعد فرائصها، جسمها يرجف من خوف الله عز وجل، قلبها بالصلاة كله ويا الله عز وجل. هيا صلاة الزهراء، إيش قد أنا أحاول أنه أصلي صلاة أقتدي بيها بالزهراء، أتعلم من الزهراء، أتعلم من أمير المؤمنين. لو الصلاة عندي بس هم مجرد سمعت الأذان كون أصلي، بس أريد أن أوقف أصلي أخلص من الصلاة. إلى أي مستوى أنا متفاعل مع الصلاة، ملتزم بوقت الصلاة؟ ينقل أن فاطمة سلام الله عليها كانت تنهج في صلاتها. تنهج شنو يعني؟ هذا اللي النفس يخرج ويدخل بصعوبة، شو نقول مثل المختنق، ماكو مختنق بصعوبة النفس يطلع وينزل، تنهج في صلاتها. ليش؟ من خوف الله عز وجل، خوف من الله عز وجل. هنيئا لمن يقتدي بفاطمة، هاي يحاول إيش قد يحاول يصلي صلاة، يقتدي بفاطمة بهذه الصلاة يا أحبتي. فذكرنا إلى الآن ست أمور، بالك ويا إن شاء الله رحم الله والديك: التواضع، التخشع، أداء الأمانة، كثرة ذكر الله، الصوم، الصلاة. الإمام يقول اللي ما عنده هذني شنو؟ مو من شيعتنا، مو من شيعة فاطمة سلام الله عليها. بعد مولاي شنو من الصفات؟ واحدة منها أيضا يذكر الإمام الصادق: ويتعطف على الفقراء والمساكين. واحدة من صفات الشيعة الحقيقي يتعطف على الفقراء والمساكين. واحد اسمه أبو إسماعيل إجا للإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: مولاي إن الشيعة عندنا لكثير، بمنطقتنا بلدنا شيعة هواي هواي شيعة. سأل الإمام، شوف السألة، سؤال واحد بينهم هم شيعة ولا لا بهالسؤال هذا. قال له الإمام، قال له: كيف هي معونة أغنيائهم لفقرائهم؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ هل يتواسون؟ الغني، هذول اللي تقول ببلادنا هواي شيعة، هذول اللي تقول عنهم شيعة، الغني جاي ساعد الفقير، الإنسان صاحب المنزلة صاحب المكانة من يسائله يعفو له، يظل معاند يظل حاقد يظل يأذي. فقال الإمام، قال له: هل يساعد الغني الفقير وهل يعفو المحسن عن المتجاوز؟ هل يتواسون؟ قال أبو إسماعيل للإمام الباقر، قال له: كلا يا مولاي، لا ما عندهم هاي الصفة. قال: ليس هؤلاء شيعة، هذول مو شيعة، ليس هؤلاء شيعة، إنما شيعتنا من عندهم ذلك، من شيعتنا اللي عندهم هذا، اللي عندهم هاي الصفة ذول شيعتنا، اللي ما عندهم مو من شيعتنا. فالقضية خطر يا أحبائي، تحتاج عمل، تحتاج تقديم عمل. بعد من الصفات نمر عليها أيضا يذكر الإمام الصادق: صدق الحديث. صدق الحديث، إنسان عنده صدق حديث. شايف بعض الأشخاص بالمجتمع، شايف بعض الأشخاص من يجي ينطيك خبر مباشرة تسمع الخبر قبل يقول له جاي تحكي صدق لو تشاقه؟ عندنا بمجتمعنا هيك أشخاص، بس يقول لك فد خبر مهم قبل تقول له تحكي صدق لو تشاقه، أنت جاد لو تمزح، معنى هذا بالمزاح إيش قد جاي تشذب، ها إيش قد يتشذب. بينما من صفات المؤمن شنو؟ صادق في الجد
والمزاح حتى من يتمازح يتمازح لكن في بطريقة شرعية ما يكذب. فصدق الحديث أيضا من صفة المؤمن، من صفة الشيع الحقيقي، وصفات أيضا أخرى يذكرها أهل البيت سلام الله عليهم. نرجع للحادثة الأولى، أحب أتوقف عندها. الحادثة الأولى اللي قلنا شنو؟ بالك وياي حتى نرجع، رحم الله والديك، بالك وياي، صلوا على محمد وآل محمد. بداية كلامنا قلنا أنه أكو رجل طلب من زوجته تروح للزهراء سلام الله عليها، تسأل أنه هل أنا من شيعتك أو لست من شيعتك؟ راحت الإمرأة للزهراء سلام الله عليها، سألتها زوجي يقول أنا من شيعتكم أو لست من شيعتكم؟ إيش جاوبتها الزهراء؟ جواب إلنا أيضا حتى أعرف روحي. قالت لها قولي له إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك فأنت من شيعتنا، إذا تطبق أوامرنا فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. هاي الإمرأة أخذت كلام الزهراء ورجعت تزوجها. قالت يا بس الزهراء هيك قالت، هذا كلام الزهراء. وإذا زوجها يضرب على رأس، يضرب على رأس، يقول إذن أنا خالد في نار جهنم. فإذا تبين الأخ شنو؟ مثل هذول اللي يصيح بس لبيك يا زهراء، لبيك يا حسين، وبالعمل شنو؟ ماكو لبيك، أي لبيك بالعمل ماكو، بالهوسة بالصياح أي حاضر، بس بالتطبيق شنو؟ ماكو. قال إذن أنا خالد في نار جهنم. تأذت عليه زوجته، تألمت، شافت زوجها بهذا الحال، عافت زوجها، رجعت مرة ثانية إلى الزهراء سلام الله عليها. قالت لها مولاتي زوجي متأذي يقول إذن أنا خالد في نار جهنم. قالت لها فاطمة سلام الله عليها ليس هكذا، لا القضية مو هيك، يعني لو من شيعتنا لو خالد في نار جهنم، لا القضية مو هيك، شلون مولاي بينيها؟ بالك وياي قضية هواية مهمة، قضية هواية حساسة، بالك وياي رحم الله والديك. قالت لها الزهراء إن شيعتنا من خيار أهل الجنة، شيعتنا اللي بيهم هاي الصفات شنو؟ من خيار أهل الجنة، ذول مو بس يدخلون للجنة، لا من خيار أهل الجنة. زين مولاتي واللي عنده خربطة يحبكم، عنده خربطة شنو هذا؟ اسمع الجواب. تقول الزهراء ومن أحبنا ووالى ولينا وعادى عدونا والمسلم لنا بقلبه ولسانه. شوف عنده هاي الصفات كلهن، باوع يحبنا، يوالي أوليائنا، يعادي أعدائنا، قلبه ولسانه معنا، ولكن شنو مولاتي شنو؟ يقول ولكن ما يأتمر بأوامرنا، يخالف أوامرنا، يحبنا بس عنده مخالفات، عنده واجبات تاركهن. يا بالخمس واجب ما يخمس ولا يدري الخمس شنو هو أصلا، يا بالخمس واجب ولا يدري الخمس شنو أصلا، يا بل الأغاني حرام أنا أريد أنها الحرام، إذا بس على أغاني ما يخال يبقى يسمع أغاني بس يحب أهل البيت. تقول هذول اللي عندهم حرام شنو مولاتي؟ يقول أما المحب لنا وموالي ولينا ومعادي عدونا والمسلم لنا بقلبه ولسانه، عند هذني بس عند مخالفة، إن خالف أوامرنا ليس من شيعتنا، مو من شيعتنا هذا. زين مولاتي شيعتكم من خيار أهل الجنة، أو هذولا إذا عندي خربطة، عندي بعض الواجبات ما مسويهن، عندي بعض المحرمات، شلون مولاتي؟ تقول الزهراء وهم مع ذلك في الجنة بعد أن يطهروا من الذنوب. قيد هواية مهم، رحم الله والديك، اسمع كلامي كاملا رحم الله والديك، خلي بالك وياي. تقول هذا اللي عنده خربطة شوية هذا من شيعت مو من شيعتنا، لكن أيضا في الجنة، ولكن بعد أن يطهر من الذنوب، لازم يطهر من الذنوب، يا الله يدخل. زين مولاتي شلون يطهر من الذنوب؟ تذكر ثلاث مراحل، يعني محب فاطمة، موالي وليها، معادي عدوها، وقلبه وياها ولسانه وياها، هذا يدخل للجنة بس لابد أن يطهر من الذنوب. شلون مولاتي؟ ثلاث مراحل، بالك ويا رحم الله والديك، لا تعوفني ها، لا تعوفني. المرحلة الأولى بالرزايا والبلايا في الدنيا، مرض، الله يبتليني بمرض، الله يبتليني بزوجة مثلا تشلع قلبي، بولدي يشلع قلبي، برزقي يبتليني، يبتليني بجار سوء، يبتليني بواحد من أرحامي يأذيني، هذا بلاء، وبلاءات الدنيا كثيرة. الله عز وجل يبتليني حتى أصبر على البلاء، حتى يكفر عني ذنوبي، أنا الله يبتليني أنا ظلا أعترض،
شايف؟ الله يبتليني بلاء حتى يطهر ذنوبي، يريد يرجعني، يريد يجيبني. انا ظل نعم يا رب ليش تسوي بي؟ يا رب ايش معنى انا اسوي بيك؟ بدل ما استثمر البلاء حتى شنو؟ تغفر ذنوبي، لا اظل ان اعترض. فالزهراء تقول المرحله الاولى البلايا والرزايا في الدنيا ما فاد وياه، ينتقل للمرحله الثانيه شنو؟ يشدد عليه في اهوال يوم القيامه. يشدد عليه من يبدي من نزع الروح، ضغطة القبر، الحاشر، أهوال يوم القيامة كلها يشدد عليه ويضيق عليه حتى تكفر عنه ذنوبه. زين إذا كان من أصحاب المعاصي، عنده هواي معاصي، عنده تقصير، لا فادت ويا البلايا والرزايا في الدنيا، لا فادت ويا أهوال يوم القيامة، ينتقل إلى المرحلة الثالثة. الله يجيرنا وإياكم. تقول فاطمة سلام الله عليها: فيعذب في جهنم. يعذب من ولي يعذب؟ ذكرنا أربع صفات به هذا اللي يعذب في جهنم: يحبنا، يوالي أوليائنا، يعادي أعدائنا، مسلم لنا بقلبه ولسانه. هذا أني عنده، بس عنده معاصي أيضا، عنده حرام أيضا، هذا شنو مصيره مولاتي؟ يعذب في جهنم. بحيث رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن من المسرفين، بعض المسرفين اللي أنهم يقولون إحنا من شيعتكم من محبيكم، إن من المسرفين من يبقى في العذاب 300,000 سنة في جهنم بعدها تناله شفاعتنا. إن من المسرفين، هذا نص الحديث، إن من المسرفين من لا تناله شفاعتنا إلا بعد أن يبقى في العذاب بجهنم 300,000 عام. عنده معاصي، مأذي أبوه وأمه، يباوع حرام، يأكل حرام، يسمع حرام، صلاة ما محافظ عليها، حقوق الناس ما منطيها. يقول لا، هذا يحبنا، قلبه ممكن ويانا، لكن ما عنده تطبيق. هذا شنو؟ أمين. يقول لا، إن من المسرفين، هذول اللي هواي عندهم حرام، يبقى بجهنم 300,000 سنة بعدين تصل لشفاعتنا. الله يجيرنا وإياكم أن لا نكون من هؤلاء يا أحبتي. ما دامنا في الدنيا باب العمل مفتوح، باب التوبة، مغفرة الله عز وجل موجودة، أراجع نفسي شنو من حرام عندي أترك، شنو تقصير بالواجبات أعوضه أقضيه أصحح. ما دام الله عز وجل ماد في عمري، ما أدري اليوم باكر أموت، ما أعرف. هاي الرواية وأختم بحثي. بالك وياي هواية مؤلمة، حقيقة مؤلمة، رحم الله والديك. أتمنى بالك وياي ونحن في حرم الحسين سلام الله عليه، هاي ذات لوح قلوبنا هواية تدفعنا إلى العمل، هواية تدفعنا أن نكون من شيعة فاطمة الحقيقيين يا أحبتي اللي عندهم تطبيق. يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، هل يدخل محبك ومحب علي بن أبي طالب إلى جهنم، إلى النار؟ سأله النبي: يا رسول الله، اللي يحبك ويحب علي بن أبي طالب يدخل إلى جهنم؟ ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: اللي يحب رسول الله وأمير المؤمنين، ها، قال لهم رسول الله: إن منهم من خالف أوامرنا. بهم من خالف أوامرنا، شنو مولاي؟ شنو مصير؟ بالك وياي. قال لهم رسول الله: هذا اللي مخالف أوامرنا وظلم المؤمنين والمؤمنات وخرج عن حد الشريعة جاء يوم القيامة قذرا طفسا. قذر طفس، طفس هم قريب معناها إلى قذر، يعني نجس روحه بالحرام، هو عنده معاصي، قلبه ملوث، عيونه ملوث، لسانه ملوث، بطنه ملوثة، كل حرام. هذا يقول رسول الله: هذا يحبنا، عنده حب إلنا، لكن شنو؟ يظلم المؤمنين والمؤمنات، مخالف، عنده حرام، عنده معاصي. يأتي يوم القيامة قذرا طفسا. يجي بيوم القيامة، شنو الجواب إلى بالك وياي؟ رحم الله والديك، بالك وياي، يجي بيوم القيامة فيقول له محمد وعلي سلام الله عليهما، يقولوا له: يا هذا، أنت قذر لا تصلح لمرافقة الأخيار. الله أكبر، إن شاء الله ما أكون من هذول.
شان لا اشتغل على روحي، اتعب على روحي حتى لا اكون من هذول. مو كل هاي وتالي باكر عقبها من بيوم القيامه اوقف قدام الحسين اقول له ابو علي انا احبك، يقول له روح مليان حرام ما اريدك، روح مليان حرام ما اريدك، ما تستاهل تكون وياي. روايه جاي اذكر رسول الله يقول يحبني، يحب علي ابن ابي طالب، بس يجي هو ظالم الناس، ما اخذ حقوق الناس، ماكل حرام، مباوع حرام، مأذي هذا، ما عنده بر والدين، ما عنده صلة رحم، كل حرام وكل معاصي. يجي بيوم القيامة نقول له يا هذا أنت قذر طفس، لا تصلح لمرافقة الأولياء والأخيار ولا للملائكة المقربين. لا ماكو مكان لك مع الأخيار، ماكو مكان لك مع الملائكة، شنو مصيره؟ فيعذب في جهنم إلى أن يطهر من الذنوب، يروح الجهنم إلى أن يطهر من الذنوب، يغسل من الذنوب. وأمير المؤمنين كما في حديث المتقدم أن منهم بعضهم إيش قد ممكن يبقى، قلنا ها 300,000 سنة في جهنم. لذلك إمامنا الصادق يقول يا شيعة جعفر لا تغتروا، على كيفكم، مو بس شيع معناها قبل بالجنة، لا لا لا، اشتغل قدم، يحتاج عمل، يحتاج انتهاء عن الحرام، أداء واجبات، حتى أكون من شيعة فاطمة الحقيقيين إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل ونحن في هذا المكان المبارك أن نعمل ونوفق أن نكون من شيعتها الحقيقيين إن شاء الله. بهذا اليوم إذا عندي حرام أقول مولاي، وأنا بمجلس أمك وفي حرمك، مولاي هذا الحرام بعد ما أتقرب له، مولاي هذا التقصير في الواجبات إن شاء الله ألتزم به بعد ما عندي تقصير بالواجبات، وأبدي بداية من هذا اليوم مع الحسين سلام الله عليه ونحن في مجلس أمه الزهراء سلام الله عليها. الزهراء سلام الله عليها عودها الحسن والحسين ليلة استشهاد مولاتنا في حرم الحسين نعمة كبيرة، إن شاء الله تتم هذه النعمة ونحصل دمعة في حرم الحسين على أمه فاطمة. عودها الحسن والحسين أنه يأخذوها كل يوم إلى زيارة قبر رسول الله، تمسك الحسن بيدها اليمنى الحسين بيدها اليسرى وتذهب إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يوميا حتى تواسي تسلي نفسها الآلام والمصائب التي لاقتها، حتى في الشيء يصبر الزهراء على ما واجهت. إلى أن حان ذلك اليوم إجا الحسن والحسين كعادتهم، يلا يوم نروح لزيارة قبر جدنا. قالت الزهراء لا اليوم أنا ما أروح، وحدكم تروحون اليوم، وحدكم تروحون أنا ما أروح. اذهبا إلى قبر جدكما واسألا حاجتي عند قبر جدكما، اليوم وحدكم تروحون وعندي حاجة أريد تطلبوها عند قبر رسول الله. ما حاجة الزهراء سلام الله عليها؟ تعالوا نسأل إمامنا المجتبى، نقول له مولاي ما كانت حاجة أمك؟ إمامنا يجاوبنا يقول أمي الزهراء دعائها تغير وطريقة الدعاء تغيرت. شلون مولاي؟ يقول طريقة الدعاء كانت قبل الهجوم قبل الاعتداء ترفع يديها إلى السماء وتدعو للجيران فردا فردا، بعدين يلا تدعو لنفسها. زين مولاي شنو اللي تغير؟ يقول بعد الهجوم بعد ما تقدر ترفع يديها إلى السماء، لأن اللي مكسور ضلع من أضلاعه وايد يتألم إذا رفع يديه إلى السماء. مولاي والدعاء تغير، شنو صار دعاء الزهراء؟ يقول إمامنا أصبح دعاء أمي فاطمة اللهم ألحقني بأبي رسول الله. سألا حاجة أمهما عند قبر رسول الله، عادا إلى الدار استقبلتهما أسماء بالطعام. ما إن دخلوا المنزل أسماء مهيئة الطعام قدمت إلى الحسن والحسين، عجيب أسماء يا يوم شفتينا نقعد على سفرة الطعام من دون ما نشوف وجه أمنا قبالنا، شلون نقدر ناكل من دون ما نشوف ابتسامة أمنا الزهراء أمامنا؟ فتركا أسماء ودخلا إلى حجرة الزهراء وإذا بهما يجدان جسدا مسجى.
إمامنا الحسن رفع الغطاء عن وجه أمه وراح يقبله ويقول: أمه أنا عزيزك الحسن، كلميني كلميني وإلا انصدع قلبي. إمامنا الحسين واقف عند قدمي الزهراء يباوع للمجتبى، رفع رأس المجتبى يباوع لأخو الحسين: أخي يا حسين، أجرك الله بالوالدة فإنها ميتة، رحم الله من نادى، وسيدتا وفاطمتا وفاطمتا. سقط إمامنا الحسين عذرا مولاي عذرا سيدي، سقط إمامنا الحسين على قدمي أمه وراح يقبلهما ويمسح وجهه بباطن قدم الزهراء وهو يقول: أمه أنا عزيزك الحسين، كلميني كلميني وإلا انصدع قلبي. يهون عليك يما تفارقيني، 7 سنين عمرك يتميني. يم الحسين يا نور عيني، يا يما انصدع قلبي جاوبيني، دحكيني يا يما وجاوبيني، يا هو خلاف عينك يسليني، يصبرني وينشف دمع عيني او يداوي صواب دلالي والجروح، ياه ويداوي صواب دلالي، يا والجروح. شي يقلها بعد؟ يقلها: ذكرنا رباك يا يمه وبكينا، ذكرنا رباك يا يمه وبكينا، أثار الوالدة خيمة علينا. يما قعدنا والقلب يلهج بطروايك، وذكرنا الليالي اللي كانت وياك. اي والله، ويون الحسين، يون قام الحسن ويون الحسين. يما لا تروحين لا تروحين، بعدنا صغار يما لا تروحين. نهض الحسن والحسين مسرعان إلى ناحية المسجد، إلى حيث أمير المؤمنين. تخيل المنظر بعين قلبك، شوف المنظر بعين قلبك. إمامنا في المسجد، وقف الحسن والحسين على باب المسجد، الخوف القلق باد عليهم، الأنظار كلها صارت صوب الحسن والحسين. ما وراءكما؟ ما بيان الوصي بدار العبادة، لن ليها اعتنت تصرخ ولا أذى. الصاح المرتضى شعدكم ونادى: دخبروني ترى فادي تفطر، لحسين الحسن صدله بعينه او نظرات الهضم كلها حزينه. يعني ايش اقول لابويا؟ شلون راح اقول له؟ يا ابويا يا ابويا، راحت الزهره من ايدينا، رماها بسهم هذا الدهر لك شار. انا متاكد انت قبل ما سمع امير المؤمنين يسقط، ولكن عندما سمع الخبر سقط إمامنا أمير المؤمنين. أراد أن ينهض، أراد أن يقوم. أنا وياك من نريد نقوم نخلي إيدينا على القاع نصيح يا علي ونوقف. ماذا قال إمامكم؟ وضع يديه على الأرض، صاح: يا فاطمة، بمن العزاء بعدك؟ قصد للدار والدمع من صاب، بيا حال الوصي للنزل من طاب، جمر الحزن بفاد على وشاب، باد الحيل من الله أكبر. تعال
شوف حال زينب بهاي الليلة، زينب هاي الليلة تفقد أمها. مولاتي زينب يا أم المصائب، شو تقول زينب؟ تقول لأمها: يمك انت ناما فوق صدري، وهسه نام بكتر قبري. يمك انت ناما فوق صدري، وهسه نام بكتر قبري، وفقد يد ضحكات ثغري مثل رمشة عين عمري. بالعافية علي. وين ويا زينب بهاي الليلة من حرم الحسين؟ شو تقول زينب؟ دارها اللي على خليا، يما انا زينب، انا زينب يا الزكية. يما بالحلم مر علي، وانظري للصار بي، وانظري للصار بي. يا زينب مولاتي تبكين على الزهراء، نعم مصيبة نعم، لكن من اللي يمسح على راسك؟ أمير المؤمنين يمسح على راسك. الحسن موجود، الحسين موجود، لكن حالك بليلة 11 من محرم شلون؟ لا أمير المؤمنين موجود، لا حسن لا حسين، كل العائلة في رقبتك، نساء أطفال، خيمة ماكو، نار تحيط بزينب. ماذا فعلت زينب في مثل هذا المكان؟ بهذه الأراضي زينب كانت واقفة، توجهت صوب الغري إلى حيث أمير المؤمنين. إذ قل: بويا علي الليل هود، بويا علي الليل هود، وأنا حرمة غريبة وما لي أحد، بمن يا بويا القلب يضمد؟ بالحسين هل عندي يمدد؟ وبن والد العباس ماري خلصوا كلها لله لحد، يا خلصوا كلها لله، يا هو لحد. بأبي من ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. إلهي وربي وسيدي ومولاي، نحمدك ونشكرك، وفقتنا جمعتنا في مجلس عقد في حرم أبي عبد الله الحسين في هذه الليلة العظيمة. إلهي لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم وفقنا أن نكون من شيعة الزهراء الحقيقيين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سهل وعجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أصحاب الحوائج هواي أوصوني بالدعاء، أوصوكم بالدعاء، نسأل الله عز وجل لهم ولكم قضاء الحوائج سوية بصوت واحد. أحبتي، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، فرج عنا يا رب وعن جميع بلاد المسلمين.
ادفع عنا وعنهم كيد الكفار والمنافقين واليهود يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم من أراد الخير لهذا البلد خذ بيده لكل خير، ومن قدم مصالحه الشخصية والحزبية على حساب هذا البلد اللهم اضحه في الدنيا قبل الآخرة، وانتقم منه انتقام عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. إلهي يا رب، أصحاب حوائج اللهم اقض حوائجهم، من كان مريض أو لديه مريض من عليه يا رب السلامة والعافية، من سألك رزقا واسعا، من كان مدين، من سألك دارا تؤويه من عليهم يا رب من رزقك الواسع الحلال يا الله. اللي طالب ذرية صالحة اللهم من عليه بذرية طيبة صالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجهم جميعا، حوائج الدنيا والآخرة. الإخوة الأحبة القائمين على هذا المجلس، الواقفين خلف الكواليس، تقبل منهم، بارك لهم في عملهم، وأبدلهم نورا إذا توفيتهم في قبورهم. إلى أرواح أمواتهم، أموات الحاضرين والسامعين، شيعة أمير المؤمنين والشهداء والعلماء الماضين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.